بسم الله الرحمن الرحيم. إنني متطوع أعمل لهذا الشخص، إنه أضرب العربية هذا تتعرض لمأساة حريق، وأنا شباب في المنزل تاعه ورانا نعاونوا فيه باش اللي نقدروا وخلاص. محسنين نكون محسنين، أنا كاع الناس قاعد تعاونوا. السلام عليكم، أنا عيد مسعود، نسكن مع السيد هنا تحية 50 مسكن هذا المغرب والأقارب تاعي. منذ حوالي 15 يوم دارت على 40 مليون وقت الصلاة تاع العشاء، شعلت النار قدام، بعد كي كشفت النار خرجت الأم تاع الأطفال هذا، خرجت تطلب في النجدة، وبعد جاو الجيران، جاو قالت لي ما تيم الجيران فيما يخص التضامن، اللي جات تاع لاداس جاو لهنا داروا تقرير رحم وصبروا رحم عضو من ذاك الحرب هذه، يعني الناس كانت في المساجد في ذيك المدارع اللي داعت الناس محسنين، ناس محسنين كاين بنائي كاين مصور كاين سباغي كاين نجار كاين الناس كل واحد وديجا السيد هانديكاب يعني عنده لاكارت تاعو صوبة. ما يحتاجش غير السكنة، يحتاج غير واحد اخر. الحين حنا يعني مادا بينا الناس يعني تاع البلدية وتاع البلدية المجاورة مادا بينا يعني يعاونوا السيد هذا يعني كل واحد على وش يخدم. السلعة تاع الدنيا الشيء اللي كاين الشيء اللي كان انا نخدم فيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسجد عمر بن الخطاب بمغراوة، بلدية مغراوة، وبصفتي ممثل لأئمة كانوا أو قاموا بمبادرة أئمة المساجد لولاية لبلدية مغراوة وبلدية ميهوب، خاصة دائرة العزيزية على الخصوص، مبادرة مساعدة الشخص المتضرر بسبب الأزمة أو الحادثة التي حدثت له بسبب الحريق، حريق المنزل تاعو. الأخ تاعنا هذا راه يعني ضرر يعني عنده ابن تاعو راه مصاب في المستشفى، مصيبة بحروق، الزوجة تاعو متضررة، هو إنسان محتاج كذلك، عنده فقد ولده اللي هو يعني مصاب عظيم
أسأل الله عز وجل أن يخلفه خيرا منه. وإحنا بصفتنا أو كمؤمنين امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يجب علينا أن نحس بمصاب أخينا السعيدي ونعاونوه نساعدوه، ولا ننسى الإخوة اللي راهم يساهموا وراهم يساعدوا في ترميم المنزل تاع المتضرر. يعني راكم تشوفوا فيهم راهم واقفين الشباب إخوة محسنين اللي طوعوا لبادروا. نسأل الله عز وجل أن يثبت أجور الجميع وأن يجزيهم الأجر والثواب. إلا أنه مازال الأخ تاعنا راهم في حاجة، راه محتاج، هو قبل الحادثة محتاج. على كل حال إنسان قيس وقيس روحه ما عندوش، وإحنا يجب أن نقف مع هذا الأخ المحسنين، ونداء للمحسنين، نداء للإخوة، نداء لأصحاب الشركات، نداء للجمعيات الخيرية، خصوصا الجمعيات الخيرية، المبادرة والمساعدة في ترميم المنزل أولا وتجهيزه للأخ، لأنه راه في حاجة يعني خصوه أمور بزاف، خصوه عدة المنزل راه عنده عدة نقائص. خصوا الانستالاسيون تاع المنزل، هذه الاختصاص على بالهم تاع الغاز تاع التجهيزات، لانه كل حاجه حطت له في المنزل، وماذا بينا يساهموا ويبادروا كل على حسب قدرته واستطاعته. وفي الاخير نسال الله عز وجل ان يرحم المتوفي وان يرزق ذويه واهله الصبر والسلوان، وان يقتدوا او يتبعوا قول الله تعالى: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أدخل يراها مريض، ندعو المحسنين، ندعو الإخوة تاوعنا المؤمنين يدعو الله عز وجل بالشفاء. اللهم اشفيه شفاء عاجلة، اللهم اشفيه شفاء عاجلة، اللهم اشفيه شفاء عاجلة. بارك الله فيكم ونشكركم على المداراة. والسلام عليكم ورحمة الله.